امبارح للنهارده ناس كثيره جدا تكلمني في التليفون اهلاويه وغير الاهلاويه. الاهلاويه الاكثر طبعا بيكلموني مبسوطين من حلقه امبارح ومن اللي احنا عملناه واتكلمنا فيه في بدايه الحلقه. واما غير الاهلاويه الحقيقه فهم يعني بيقولوا لي خف شويه. طب انا بس عايز اسال سؤال، اخف شويه عن ايه؟ ماذا حدث في انترو البيت الكبير امبارح؟ ولا حاجه، احنا قلنا في ناس كانت طالعه تزعق لبعض من الجمهور واحنا طلعنا قلنا لهم يا جماعه، وبيقولوا ان النادي الاهلي ما بيتظلمش، او انا اسف جدا النادي الاهلي بيتريقوا ان النادي الاهلي مظلوم. مش انا اللي بقول، هم اللي قالوا ثلاث او اربع مذيعين، وقالوا ايضا ان الامور كلها ان النادي الاهلي ما بيتظلمش، وان النادي الاهلي ده نادي جبروت، وان النادي الاهلي ده بياخد كل البطولات، وان النادي الاهلي بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. طيب احنا لما طلعنا قلنا ايه امبارح؟ قلنا يا جماعه النادي الاهلي بيتظلم لانه في حاجات بتحصل واحد اتنين تلاته، واستشهدت بمباراه واحده بس، واحده بس اللي انا استشهدت بيها، هي مباراه غزل المحله. مباراه غزل المحله اللي اتغلب فيها النادي الاهلي 1-0 وخسر ثلاثه نقاط هامه جدا في طريقه للدوري العام رقم 43. فانا استشهدت بمباراه واحده. فالنهارده في الجزء الثاني من هذه الحلقه هيكون معايا كريم سعيد واحمد ثابت، هنتكلم معاهم في النقطه دي تحديدا. خلاص؟ وقالوا برضو ان يعني ما تسيبوا لنا يعني ايه نسيب حاجه؟ نفس الكلام اللي انا هقوله امبارح او اللي انا قلته امبارح هقوله النهارده، يعني ايه اسيب لحضرتك حاجه؟ معلش حضرتك فهمني. واحده واحده كده معايا وقول لي اعمل ايه؟ ايه اللي مطلوب مني ان انا كنادي اهلي، مش مني انا اسلام يعني، لكن ايه اللي مطلوب من النادي الاهلي علشان بقيه الجمهور غير الاهلاويه يبقوا مبسوطين؟ على فكره ما عنديش مشكله ان انتوا تتبسطوا، بس مش على حسابي. ما حدش يعمل حاجه على حساب حد. انا حضرتك كفريق هشوف شغلي، هجتهد جوه الملعب، عايز اكسب اكسب في الدقيقه 95، اكسب في الدقيقه 98، اكسب في الدقيقه الاولى، اكسب في الدقيقه العاشره، هكسب ان شاء الله بمجهودي وبعرق جبيني. لكن ان انا يعني ايه اسيب؟ انا الحقيقه مستغرب جدا، حتى الناس اللي بتكلمني يعني ده مقتنعين بالكلام ده يا جماعه. في ناس مقتنعه وهي بتكلمني بتقول لي يا عم اسلام يعني ما ايه انتوا يعني عاملين كده ليه؟ يعني ايه عاملين كده ليه؟ انا عايز اكسب النادي الاهلي عايز يكسب بطوله رقم 43 و44 و45 و46، يا رب كل سنه نكسب كل حاجه. مش الدوري بس، دوري وكاس افريقيا وسوبر مصري وسوبر افريقي وكاس عالم، ينفع لو ينفع ناخده هناخده وكل حاجه. فانا الحقيقه مش متصور المنطق اللي حضراتكم بتكلموني بيه. وبعدين احنا دايما قلنا لحضراتكم قبل كده ان احنا لما بنيجي نرد بنرد باخلاقنا وبطريقتنا وباسلوبنا وبمبادئ النادي الاهلي وباسلوب النادي الاهلي. احنا عندنا سياسه عامه من اول رئيس النادي لغايه اصغر حد في النادي، بنشتغل على هذه السياسه. فايه المطلوب مننا؟ المطلوب ان احنا كاعلام النادي الاهلي او كقناه النادي الاهلي ان احنا نتكلم عن كل ما يحدث او كل من يشكك في النادي الاهلي او مجلس ادارته او جمهوره او لاعبيه او جهازه الفني. وده اللي احنا بنعمله، ودايما بنقول لحضراتكم الاخبار، وبنقول لكل الناس اللي طبعا انا بوجه كلامي دلوقتي لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، هم بالمناسبه بيقعدوا يتفرجوا علينا كتير لان ساعات بيبقى بيقتنعوا بالكلام اللي احنا بنقوله لانه بيلاقوا ان كلام مقنع وكلام منطقي. لما بيروحوا يتفرجوا بره يلاقوا الناس عماله تقول اي كلام، مجرد كلام بيتقال وخلاص. فبيقول لك طب نروح نشوف الناحيه الثانيه، يروحوا يشوفوا النادي الاهلي قناه الاهلي يقتنعوا بالكلام. احنا بنتكلم بالمنطق وبالعقل وبالحسابات وبالحقائق وبالارقام. ما بنتكلمش واحد طالع يتكلم وخلاص ويطلع يقول كلمتين ويقعد يعمل وبتاع، لا ما عندناش الكلام ده. لما بنيجي نقول قلنا النادي الاهلي رقم 25 في العالم، مش انا اللي قلت، الموقع نفسه هو اللي قال هذا الكلام. فانا مش ذنبي يا جماعه ان كل ده بيحصل، انا كنادي اهلي مش ذنبي ان كل ده بيحصل، ومش ذنبي ان انا مجتهد وان انا عندي مجلس اداره محترم وعندي وعندي وعندي. الكلام ده انا قلته امبارح، لكن انا الحقيقه مستغرب جدا من كميه المكالمات اللي جات لي من بعض من لا يشجع النادي الاهلي ومقتنعين ان احنا لا يعني لا ما ينفعش كده بقى، ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش يا عم اسلام بقى، يا عم اسلام اهدى شويه وخف شويه بقى على بقيه الانديه.